كابتن نور الدين النابت، يعني أسطورة من الجيل الذهبي اللي يصعب يعني النسيان كل ما قدمه، سواء للكرة المغربية أو الإفريقية على حد سواء. هو لو تعددين المدافعين العرب وليس فقط المغاربة، يعني لو عددت خمسة منهم لازم النابت واحد منهم أكيد. لما نتكلم إنجازه في إسبانيا ذاك الوقت، ريال مدريد يضم زيدان وبيكام ورونالدو البرازيلي وراؤول وفيجو، ولما تواجهيهم وتفوزين عليهم وتحرزين لقب على حسابهم هذا شيء مو عادي. وأيضا حتى لما في الدوري الإنجليزي في تلك الفترة مانشستر يونايتد وأرسنال كانوا في القمة، لذلك هو لعب في أقوى الدوريات في أقوى الفترات، وأيضا كان بصمته واضحة ومميز، وإلى الآن يذكره الجماهير الأجنبية وليس فقط نحن العربية. ما شاء الله عليه دكتور كلاعب ذكي، يلقب بوزير الدفاع إلى جانب هذا، يعني أنا التقيت فيه يعني بالمغرب مثل هذا الوقت السنة اللي فات، إنسان خلوق جدا، رزين، متحدث جيد، يعني ما شاء الله عليه، مو بس مدافع. هند، عندما تشاهد السيرة الذاتية لهذا اللاعب تقول أولا ما شاء الله تبارك الله، قدم يعني مستويات مميزة، وزي ما تفضل الكابتن سامي يعني أي خمسة مدافعين في العالم يعني هو منهم. والجميل أنه لاعب يقضي 8 سنوات في ديبورتيفو في 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 عز المجد بقيادة يعني ريال مدريد برشلونة، ومع ذلك يحقق الدوري ويختم بتوتنهام، يعني مسيرة مميزة، غير أنه قائد كابتن منتخب المغرب، فحقيقة يعني من اللاعبين يعني اللي لا تستطيع أن تنساهم من وزراء الدفاع، وهم أكيد قليلين جدا. أكيد. مين يشبه فختنا الراهن أو ما له شبيه؟ والله ما له شبيه مع الأسف، يعني نتمنى نشوف نيبت صغير صغيرون للأسف لا يوجد عندنا من هالنوعية اللاعبين المدافعين للأسف. أنا أتذكر يعني شوي يعني في هذا لما كان يوقف كذا، خاصة يكون شو بيسموها العلم الصغير اللي بيمسكوه الكابيتان ديال ليكيب ديال المنتخب أو شيء، هي الراية الصغيرة شو نعم اللي بداية المباراة، لا بيلف لا يمين ولا سمت، بيكون جدي جدا، فبيكون قلبي وقتها بيضرب. شوفي هو قوي بلا عنف، وايضا كاريزما، عنده كاريزما على الملعب، عشان كذا قلت لك انا كنت بس اشوفه كذا خلاص اعرف انه المباراه جديه جدا.